مدخن هو أكثر عرضة من غير المدخن، واللي وقف دخان إنه يلقط الحالة الصعبة من الكوفيد 19، وهيدي أثبتت بأول دراسة بالصين عملت على 98 مريض، واللي اعتمدتها المنظمة العالمية للصحة إنه الريسك تبع التدخين إنه يلقط الحالة الصعبة من الكوفيد 19 هو 13 مرة زيادة. السيجارة والأرجيلة بكرسوا حركة اليد للتم، وهيدا الوقاية بالكورونا فيروس إنه ما نوصل إيدنا على تمنا. فيها تتلوث السيجارة وعلبة السواجير إذا ما غسل إيده بالوقت اللازم، كذلك الأمر النبريج تبع الأرجيلة فيه تلوث بالكورونا فيروس، والرطوبة بتخلي الجرثومة تتكسر أكثر. بننصح المدخن إنه يحط علكة بتمه أو عود سوس أو قرفة، يشرب المي بالقشة، المي تكون مسقعة، يأكل خضرة مثل الجزر والخيار، ويمارس الرياضة.